وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد هشام عبد الغني القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين. مرحبا بك أستاذ هشام في نشرة أخبار الثالثة. إذا كيف تنظر إلى جهود مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر حضراتكم على الدعوة الكريمة للمداخلة. طبعا أهداف التنمية المستدامة 17 بتمثل الأجندة العالمية للتنمية بطريقة متكاملة. هذه الأهداف بتغطي كافة مناحي الحياة تقريبا، ففيها أهداف حماية البيئة، قضايا المناخ، قضايا التغيرات المناخية، أهداف ذات أولوية عليا، تحقيق الأمن الغذائي، الأمن المائي وأمن الطاقة، كذلك النواحي الاجتماعية والمجتمعية، القضاء على الفقر، قضايا الصحة، التعليم، قضايا تمكين المرأة والشباب وأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة. يصعب في وقت قصير التحدث عن ما حققته مملكة البحرين من تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن سألقي الضوء على عدد محدود منها. ولا شك كأن قيام مملكة البحرين بإنشاء وزارة خاصة بالتنمية المستدامة لهو دلالة على اهتمام الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي هي في اتساق مع رؤية المملكة 2030. على سبيل المثال في القطاع الصحي، نجد أن نموذج التعامل مع جائحة كورونا والذي تم الإشادة به من خلال منظمة الصحة العالمية هو نموذج جيد جدا، ويجب الإشادة بالتعامل مع هذه الأزمة بتوجيهات وتعليمات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وهنا لا أشيد بالتعامل مع الأزمة من الناحية الصحية فقط، ولكن أيضا أشيد بالتعامل مع التبعات الاقتصادية لهذه الأزمة. في مجال البيئة، تعهدت الحكومة بنت زيرو بما يخص الانبعاثات الحرارية بحلول 2060، والحكومة قامت بتطبيق قانون البيئة، وضعت الخطوط المختلفة والخطط لتحقيق تعهداتها الخاصة بالمناخ. فيما يخص النمو الاقتصادي المستدام، قامت الحكومة بوضع خطة التعافي الاقتصادي في 2021، وهي تحتوي على 5 محاور والعديد من البرامج والاستراتيجيات والتي اعتمدت في التطبيق على التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالنسبة للشراكة مع القطاع الخاص، كلنا نعلم أن دور الحكومة هو توفير المناخ الاستثماري لتشجيع القطاع الخاص لضخ مزيد من الأموال لدعم الخطط الاستثمارية، وقد قامت الحكومة بإعداد خطط توجيهية لتنظيم الشراكة بين القطاع الخاص والعام وتحقيق، وهذا الحقيقة كان مطبق منذ فترة في قطاعات عديدة، منها توليد الكهرباء على سبيل المثال، والنجاح المحقق كذلك في مجال الإسكان وتوفير المساكن لكافة الفئات بما فيها ذو الدخل المحدود. طبعا هناك العديد من الإنجازات الأخرى، وخاصة في مجال ريادة الأعمال، فهنا لا ننسى الإشادة بما تم منح جلالة الملك جائزة منظمة اليونيدو، والتي تعد تقدير لجهود المملكة التنموية ونجاح النموذج البحريني في ريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديا. الحقيقة أن هناك العديد من الإنجازات الأخرى، ولكن في نهاية مداخلتي هناك تقدم واضح والموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة في العديد من المجالات، وهذا لا يعني أنه لا يوجد تحديات، ولكن هناك إرادة سياسية واضحة للتغلب عليها. وهنا أود الإشارة إلى إطار التعاون والشراكة الموقع بين مملكة البحرين والعديد من منظمات الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد على الأهمية التي توليها حكومة المملكة للتعاون مع المنظمات الأممية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. السيد هشام عبد الغني القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك.